يا سيدي، أنا هقول لك إن السيسي ده من نسل الصحابة ومن التابعين، ولكن هو إيه الفعل اللي عمله؟ إن هو يا سيدي أمه مش صهيونية، أمه ست كانت يعني محفظة قرآن، أم عبد الفتاح السيسي، طور في هام لهذا الكيان المحتل من أراضي مصر بيع. طيب بالنسبه للرائد محمد سعد، هو انتوا يعني كانوا طبعا بصرف النظر عنك وعن الناس المخلصين المحترمين كانوا بياكلوكوا ايه في الكليه؟ كانوا بيسقوكوا ايه؟ بيحقنوكوا بايه؟ عشان تبقى عارف ان في حاجه اسمها سد النهضه بعد 124 يوم، وان سد النهضه ده ممكن يموت ولادك، لان احنا بنتكلم على اشياء كارثيه، ومع ذلك انت بتدافع بمنتهى القوه والحماس على النظام اللي هو بيذبحك انت ولادك. بياكلوكوا ايه حضرتك؟ يعني بتعملها ازاي؟ اتفضل. هي مش موضوع اكل يا باشمهندس، الاكل كان في الكليه كويس يعني، مفيش اكل كان فنادق بصراحه، علشان يعني اكون صادق. لكن هو موضوع الحلقه بتاعت حضرتك بيتكلم على الولاء، انت ولاءك لمين؟ وده هنا على اجابه سؤال سيادتك. هو على راي ما انتوا اكلتوا ايه؟ انتوا بيعلموك، حتى انا عامل حلقه عندي في القناه، يعني هم بيعلموك الشتيمه في الكليه من يوم ما بنخلص مستجدين سنه اولى كليه، واحنا بنطلع اصحابنا حبايبنا ما بيعلموك الشتيمه، لان اللي عنده الاوثنتيكيشن اصلا واللي عنده السلطه والامن على نفسه من العقوبه لما يتعدى على حد بشتيمه ما يمارسهاش ليه؟ طيب حضرتك بتسالني بقى على مواضيع بس انا زعلان على قصه تيران وصنافير، الحقيقه كنت عايز اعقب عليها، اتفضل لان حضرتك، انا حقك، متالم، طالما مش انا هنسيء متالم. ليه يعني، طالما مش هنسيء لا لطارق لا 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 خالص، مطلقا وإيهاب. مطلقا، يعني هو صديق لحضرتك واحنا المهم. تيران وصنافير يا فندم مش مجرد جزيرتين موجودين فيهم فلوس او فيهم ابار بترول، زي مثلا شرق البحر المتوسط اللي احنا مصر بتقرطص فيه لصالح تل ابيب والكيان الصهيوني، لكن هي ممر حيوي ورئه حقيقيه للكيان المحتل عن طريق مدخل خليج العقبه، لجعل هذا الممر دوليا، وبعد كده قدرت بعد ما أجبرت تل أبيب، أجبرت السعودية إنها تروح تدفع قرشين لحد بيقبل بيع أراضيه للعدو، لأن هو طبعا يعلم إنها مش رايحة للسعودية، السعودية ناقصة أراضي، ولا الناس ملزقة في بعضيها يعني، مش قادرين، مش لاقيين مكان يقفوا، فعايزين جيزتين يعيشوا فيهم مدني، فهي خيانة عسكرية، لأن ده موضوع أمن قومي، لأنه أو أمن يمكن شرق أوسطي كامل، لأن دي بتدي صلاحيات لهذا الكيان المحتل في الإمعان في قتل والاحتلال لأراضينا في فلسطين وأهالينا في فلسطين، وإن أنت بتديله قواعد صواريخ مستقرة في ان هو يقدر ان هو ياخد سيناء بعد كده بأريحية وسهولة اكبر. احترامي للسيد ضابط الجيش الضيف بتاع حضرتك، لان هو عارف ان هو يعني حتى ان كانت رتبته ترقى الى اللواء، فهو ما فيش في ايده امر او ما فيش في ايده حل او عقد. ثم انه الولاء والبراء لمن؟ هو في تخرج زي ما احنا عارفين ان معظم الكليات بيكون ليها قسم الولاء او قسم المهنة، فزي عندنا في كلية الشرطة والكلية الحربية يبقى قسم ولاء للدولة المصرية وللدستور والقانون وللنظام الجمهوري. القسم ده انا ما اقسمتش القسم، اقسم بالله انا احافظ على محمد حسني مبارك، رغم ان كلية الشرطة كان اسمها ساعتها أكاديمية حسني مبارك مبارك. للأمن، ومبارك لما سقط بالمناسبة ما سقطتش مصر، ولما يسقط لما هنسقط قريبا جدا إن عبد شاء الله الفتاح السيسي إن هذا شاء الله. الصهيوني، لما نسقطه مش هتسقط مصر. دي حاجة. حضرتك سألت السيد ضابط الجيش الضيف بتاع حضرتك انه السيسي، حضرتك بتقول ان هو صهيوني او امه يهوديه وماتت وتداول ان امه كانت أصل ده يهوديه وماتت تداول، يعني وامه تداول من قبل ما نهاجمه، في من ناس عارف كانوا بيقولوا زي متداول ما اللي هو بيتداول، وحقائق هذا الامر ان حسني مبارك طرد ابوه من حفله كليه تخرج كليه الجويه، وان ابوه كان موظف في محكمه اشمون وهكذا في المنوفيه. المهم يا سيدي، انا هقول لك ان السيسي ده من نسل الصحابه ومن التابعين، ولكن هو ايه الفعل اللي عمله؟ بيع ممر شريان اورطي هام لهذا الكيان المحتل من اراضي مصر. ده احنا بنتهم النظام المصري بالخيانه، ان سمح للنظام الامريكي باحتلال الكويت، في مشكله بين الكويت باحتلال العراق، في مشكله ما بين الكويت والعراق، ونتهم بالخيانه، وده حقيقي. طيب اذا في النهايه النظام ده متهم بخيانه، فانت مالكش علاقه انا ابويا كان الشيخ الشعراوي ولا ابويا كان ديفيد شارل سمحون،
انت ليك الفعل بتاعك. طبعا على المستوى الشخصي انا افخر باهلي يعني، ولكن انا بتكلم على الفعل في النهايه. طبعا فعلك ايه؟ ما تقوليش لا لا لا، ما ينفعش تتكلم عليه لان ده ابن الشيخ. فالخلاصه ان هو يا سيدي امه مش صهيونيه، امه ست كانت يعني محفظه القران، ام عبد الفتاح السيسي. ولكن هو الفعل اللي عمله ايه؟ ده بالنسبه لتيران وصنافير، ده سد النهر، ده كارثه، انا مستني حضرتك تفتحه. دي كل الحاجات ديت معطيات. السيد الكريم ضابط الجيش اللي مع حضرتك بيقول ان دي امور سياسيه مخول لاصدار القرار او لدعم هذه القرارات الرئاسيه مجلسي الشعب والشورى او مجلس البرلمان ومجلس الشيوخ. وكلنا نعلم تمام العلم والادراك ان كانت المواطن المصري الكريم الكريم يا باشمهندس خالد ياسيرتي بيتجاب من افاف الشارع. انا مش عارف حيثيتك، ما ممكن ايدي دي تروح نازله على واحد لابس قميص نص كم وماشي مطلع من البنطلون يطلع ظابط مخابرات. المهم ان المخبر بيروح جايبه من قفاه الاول، خش. اذا كنت انت صاحب حيثيه هتقول لا لا لا، ولا نزل ايدك، لا يا مخبر انت العشره منك بقرش يعني، دي الحقيقه بقى. انا فلان الفلاني، اقول له لا مؤاخذه يا باشا المتسم. خلاص انا شخصيا وانا في تانيه شرطه يعني كنت هتاخد تحري، تمام، في لجنه كده في ميدان الجيزه عندنا جنب البيت، لحد ما عارف ان انا طالب في الشرطه قال لي معلش متاسفين يا بنت. طيب اذا لابد تكون انت صاحب حيثيه علشان ما يحصلكش شيء. ونرجع تاني لنقطه ان اعضاء مجلس الشعب دول جم بالتزوير على ايد المخبرين بالغصب والتدرج والجبريه البلطجيه حرفيا وبدنيا على الشعب المصري الكريم علشان يروح يحط الاصوات بتاعته عنوه وقصرا. اذا ده هو ده في النهايه ليه؟ علشان عارف ان عبد الفتاح السيسي جايب ناس منتقاه من اخبث ما انجبت الاراضي المصريه علشان يسيدوا في مجلسي الشعب والشورى وبعد كده يكونوا سبورت لأي قرار لقرارات الخيانة. وحضرتك متخيل إن الأمر هيتوقف على ضرائب الشهر العقاري، أو هيتوقف على التيران والصنافير، وتتوقف بقى العملية وخلصت دوره خلص، أو هيتوقف على سد النهضة، أو هيتوقف عند مثلا قتل وذبح الإسلاميين أو أي صاحب هوى ديني إسلامي يعني. لا لا لا، ده سيستمر إن لم يتوقف. وعندنا المثل بيقول يا فرعون إيه اللي فرعونك ما لقيتش حد إيه يلمني. طيب انا كنت عاوز اضيف لك حاجه ابو سليم برضو، ان في فيديو انا نزلته كتير لمكرم محمد احمد وهو بيكلم واحده كان ساعتها خلاف السعوديه مع مصر، فبيقول لها وبعدين يعني يصبروا علينا شويه، مش لسه في الاجراءات الامنيه في طرف ثالث بين مصر والسعوديه في الجزر؟ مش في لسه طرف ثالث اللي هو اسرائيل هتولى المهام الامنيه في طيران وصنافير؟ فمش بس سمحوا ان الممر يبقى دولي، اللي هو الناس اللي مش فاهمه ليه احنا بنقول الكلام ده، احنا كنا نزلنا الخريطه، هو الجزيرتين المسافه بينهم وبين مصر بيخلوها ممر داخل مصر فما ينفعش يعدوه غير باذننا، لما بقت سعوديه ومصريه اصبح الممر الصغير ده دولي وهو الممر الامن للسفن. مش بس كده ما اكتفاش، ده مكرم محمد احمد اللي هو ابوخ من ابواخ النظام قال لها ايه؟ قال لها ما هي مش لما ده هو بيمحنن يعني بيحنن قلب الملك سلمان علينا، مش كنا بنستنى لحد ما اسرائيل تتولى المهام الامنيه بتاعتها؟ ولا كان لو وجود لينا احنا مش بني ادمين اصلا. بيقول لك بيقول لها اسرائيل هتيجي تاخد المهام الامنيه. ده فيديو يا جماعه، يا ريت لو حد موجود. طيب دلوقتي برضو ما تهربش من السؤال لو سمحت. برجع تاني لحضرتك مساله الولاء، ثم ان الولاء لمين؟ الولاء للقائد. انت حضرتك لما بتصلي ورايا لان انا الاحفظ في القران، فانت انت مش عارف انا بسمع سوره الروم ولا بقرا في سوره القصص، لان حضرتك مثلا فرضا يعني مش حافظ وانا اللي حافظ، فلو انا غلطت مش هتعرف تعدل لي وهتقول لا ولا الضالين وكما تسال الله سمع الله، يبقى انت ايه ماشي ورايا لان هي هذه هي القياده. وتعلم القياده العسكريه في الدين بتاعنا احنا ديننا فيه كل حاجه، حتى فيه العسكريه وفي صور الحرب يعني اصغرها والعاديات ضبحه بيوريك اللي هم الخيل الحصنه فوسطنا به جمع. المهم انت ولائك يا فندم للطاعه للقائد تنفذ ثم تتظلم. وكان في لقطه مهمه في احد الافلام العربيه القديمه لما قال الضابط الكبير قال للضابط الصغير اضرب ادي الاوامر للعساكر على كوبري قصر النيل لضرب الناس، قال له مش هقدر يا فندم، قال له دور نفسك مكتب يا حضره الضابط، وراح هو اللي ادى الاوامر للعساكر بضرب المتظاهرين من الشعب المصري في هذا الفيلم. اذا الداخليه ملهاش علاقه بمساله تيران وصنافير او سد النهضه الا في جزء صغنون قد كده. الجزء الصغنون ده وهم زي ما احنا عارفين، حتى انا بتكلم في الشان وزاره الداخليه وانا فعلا اسم وزير الداخليه بيروح من بالي لان هو فعلا عديم الاهميه هذا الموجود حاليا في وزاره الداخليه لانه ملوش بصمه. احنا متعودين انا ما اعرفوش والله ما اعرفش اسمه ايه والله. لا وزير الداخليه دايما بيبقى احمد رشدي حبيب العدل
حسن الفي حسن الله 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 الله. انما انت مين ده يا عم اللي عندك ده موجود ما فيش. بتحملوش رغم ان هو في ايه زكي بدر، ابن زكي بدر يعني. حاسب اسامي وان كانت مجرمه في بعض بس الامور باستثناءات بسيطه زي احمد رشدي، لكن يعني لهم بصمه، لان ولكن بصمته قوته الشارع المصري مع المواطن مع المواصلات مع الصحه والتعليم الحته الصغيره اللي ممكن تختص بيها وزاره الداخليه في مثل هذه الامور الخاصه بسد النهضه وهكذا، ان انا عندي مجموعات من المدربين المصروف عليهم اموال طائله، اموال الطائله ديت هي في مرتباتهم بالمناسبه مش تدريبهم، تدريبات ان هم بيطيروا من مجموعات الشرطه المتخصصه من اصحاب المهارات الخاصه اللي بيقدموا في الانتربول الدولي وهكذا، المفروض يتم الاستعانه وبيتم يعني تدريبهم على السباحه وعلى علاقه الشرطه بالسباحه وباكل العقارب، بتبقى فرق صعقه معينه علشان تبقى عندهم رجال عندهم جلد لما تيجي تستعين بيهم في موضوع تفجير سد السرج او سد النهضه قبل بنائه او قبل بدايه عمله، ان هو ايه هيلبي دي حاجه، الحاجه الثانيه ان هو يبقى عامل حسابه ان هو ممكن يموت، الله على الموت، الله على الشهاده في سبيل الله، وهي دي المصيبه الكبرى في نزع من جيشنا الحبيب المختطف عقيده الجهاد، وان انت تموت شهيد في سبيل الله، تموت شهيد في سبيل الله وانت ما تعرفش تصلي، والله العظيم يا باشمهندس وانا لا اقصد الاساءه لوزارة الداخلية أو لبعض مستويات من الشعب المصري حتى غير العسكريين، إن وأنا في رابعة واحد صاحبي بيقول لي اتوضى قدام أبو صلاح. قلت له اتوضى؟ وإحنا في الكلية الحمامات الكبيرة بتاعتنا الجميلة دي اتوضى؟ قلت له هو أنت ما تعرفش تتوضى؟ قال لي لا. وطبعا يعني اسمه يعني راجل مسلم طبعا، فمنزوع العقيدة. ده تيجي انت لما يجي بقى اللواء في الامن المركزي يقول لك ده الضباط عندي بتتخانق مع بعضيها علشان ياخدوا الدور بتاعهم علشان يروحوا سينا علشان يموتوا يستشهدوا في سبيل الله، ازاي؟ ده الشهاده في سبيل الله ديت طيب ماشي. الصلاه طب ولاده يا محمد، يعني ولاده، يعني يعني انت ولادك دلوقتي، تتكفل بيهم احسن من اي حد تاني لا 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 بدليل يعني ايه يعني سد النهضة ده هيضر الناس كلها وهيضره هو وهيضر، يعني ازاي هو مغيب لا عنه ما كده؟ بيضرش ما بيضرش احنا الضباط ما بتعطش ما مش انت كنت بتشربوش عايز ميه. تسالني؟ لا النتح، ما بننامش احنا ما النتح بننامش على صح، فكره. النتح صح، بتعملوا نتح اللي هو او البناء الضوئي اللي هو بنضطر وبعدين احنا بتضطر. ملائكه اساسا لا بنعمل بيبي ولا بناكل. طيب ده منتاليتي على فكره، هو انت فاكر ان أي. انا بهزر؟ ده احساس ان انا ماشي ورا القائد الامام اللي بيصلي وانا مانيش فاهم حاجه، وده انا ارفض واربأ بالجيش وبالشرطه ان هم يجعلوا من انفسهم خراف على جهاله، ان هم امال انت بتتعلم تاخد شهاده عليا ليه؟ احنا قلنا ان الامن المركزي منع صاحب التعليم العالي ان هو يبقى في صفوفه لان هو بيبقى بيفكر، فانا مش عايز حد يفكر، انا عايز ماريونيت لما تيجي تسالني اقول لك ما اعرفش انا ماليش فيه انا السمع والطاعه، ولا انت هتديني مرتب اسيبها لهم واديك وتديني مرتب عندك في امريكا ولا في روسيا ولا في البلد اللي حضرتك فيها يا باشمهندس خالد وحلني من العالم المقرفه دي علشان انا اصلا عندي لواء قرفني، اصل انا اصلا متضايق مش عارف ابصر ايه، اديني مرتب وانا اسيب. اذا ما فيش عقيده ما فيش رساله هم مؤمنين بدورهم فيها الا هي الولاء والبراء، الولاء والطاعه للاوامر العسكريه والبراء مما يكرهه القياده المجرمه في مصر من اي توجه اسلامي او حتى ديمقراطي غير اسلامي، يعطي حريه للرعاع حاشانا من هذا اللقب او هذا الاسم اللي هم المدنيين، لان المدني جاهل. يا عم انا مش جاهل ده انا استاذ جامعه. لا انت جاهل، انت اتخرجت من حربيه او شرطه؟ لا، يبقى انت ما بتفهمش. انا على سبيل المثال وكتير اخش على بتاع الكاوتش بتاع العيش اجيب فينو اجيب مش عارف ايه، اقعد عند الميكانيكي شويه كله يسالني نفس السؤال، رغم ان انا ملازم لسه نجمه واحده يقول لي اخبار البلد ايه الدنيا ماشيه بينا على فين يا سعاده الباشا، زي ما اكون انا عضو في رئاسه الجمهوريه وانا مجرد ضابط. ليه؟ لان المطابخ عندنا توجيهات الدوله وتوجهات الدوله بتكون عن طريق الداخليه اللي هي زراعه الايه الحكم، اما المجموعات الخاصه من القوات المتخصصه من الجيش والشرطه السيل وثلاث سبعات وثلاث تسعات وثلاث خمسات وثلاث ثلاثات وكل الحوارات اللي ايه اللي ثلاث احنا كلنا ثمانيات بتاع عارفينها. ام المصريين، ده ثلاث ثمانيات بتاع ام المصريين، جيزة المصريين. طب ما ايه عيب الكلام ده؟ بس انا بس اتكلمت مع الضباط بقول لهم في يوتيوبرز عاملين مجموعات عاملين فيديوهات على قوه الجيش وقوه الداخليه، انا حسيت ان احنا هنحتل نيويورك وهناخد واشنطن خلاص في يوم من الايام. من العمل الانتاجي لمزيكا والتصوير قوي مش عارف ايه، واحنا جيش المعونه الامريكيه، فما ينفعش ان انا اتناقش مع الفرع. لما يكون عندك حريقه
ما تعلمناش نمسك لا مؤاخذه الباشكوري بتاعه طفايه الحريق واحنا في فرقه الاطفاء والحمايه المدنيه، ان انا اطفي النار من فوق، انت بتطفي النار من السورس. فما انت ما تجيبليش الرائد محمد صلاح اللي في الخدمه مثلا، او العميد فلان صاحب حضرتك مثلا، وتقول له هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ انا ما بعملش حاجه، انا بروح الساعه 8 الصبح اروح 8 بالليل اخد المرتب واتابع احمد موسى في التلفزيون عشان اعرف الاوامر العموميه اللي جايه للدوله المصريه. زي ضيفك الكريم السيد ضابط الجيش اللي بيقول اه انا شايف انها مصريه، وهو يعلم ان هو لو اتمسك كضابط جيش او ضابط شرطه كمعارض بينكل بيه جسديا يوميا.